السلام عليكم ورحمة الله. نكمل الحديث على الهايبر سنسيتيفيتي تايب نمبر 4. طبعا احنا تحدثنا المرة الماضية في المحاضرة الفائتة بأن ذكرنا في عندنا أربع أنواع هايبر سنسيتيفيتي، نمبر 1 2 و 3، هدول عبارة عن أنتي بودي ديبندنت. نمبر 4 هو عبارة عن تي سيل ديبندنت، أو بمعنى أصح بنقدر نقول بسموه ديليت تايب هايبر سنسيتيفيتي. بشكل مختصر في موضوع ديليت تايب هايبر سنسيتيفيتي، احنا بنعرف انه في الاطار العام انه بيحصل عندي برايمري ريسبونس او فيرست اكسبوز، في السكند اكسبوز على اساس نقول ايش معنات ديلي تايم. يعني عندما نتعرض للانتيجين مره ثانيه، اوكي، من بدايه التعرض في المره الثانيه الى ان تظهر عندي الحاله المرضيه قالت البيت بتاخذ تايم شويه، ممكن تاخذ الى 48 ساعه 72 ساعه، تمام. فهذا التايم المتاخر شويه والكتير شويه فبنسميها احنا في الحالات ديلي تايب هايبر سنسيتيفيتي، اوكي. طيب وهذا الكلام بيحصل ليش؟ لانه انا عاده الاوفر اكتيفيشن، يعني في عندنا خلايا حيصير لها تحفيز، خلايا تي هيلبر والخاصيه تي هيلبر 1، وحيطلع منها طبعا سايتوكاينز الوت، وهذه السايتوكاينز بدو راح تحفز السيتوتوكسيك سيل زي ما احنا عارفين، وكذلك تحفز الانتيجين بريزنتنج سيل زي عندنا الماكروفيج. هذا مختصر الحديث في هذا الموضوع. الانتيجينز طبعا ممكن يحصل عندنا انه ممكن يكون فورن تيشيو، في موضوع مثال من الامثله فورن تيشيو في موضوع الترانسبلانتيشن، اس تيشو ترانسبلانتيشن في عمليه زراعه الاعضاء، يعني بيحصل في هذا المثال في زراعه الاعضاء. خلينا بس انتقل على الصوره اللي تحت شويه، اللي هي الصوره هنا عندي الموجوده، هذا مثال اللي هو بيقولوا عنه الوغرافت ريجكشن، تم مثال زراعه الاعضاء، انه انا مثلا زرعت كليه عندي موجوده، اوكي. انا بنعرف الكليه من زرعها اكيد بيكون فيها خلايا، ومن ضمن الخلايا خلايا انتيجين بريزنتنج سيل. انتيجين بريزنتنج ايش؟ سيل. هذه الخلايا الانتيجين بريزنتنج سيل زي الدندريتك سيل بتنتقل لاقرب لينف نود عند الانسان اللي هو المستقبل للعضو، اللي نعتبر العضو هذا عباره عن الكيدني، تمام. بصير هنا خلايا تي هيلبر بتاعت الانسان المستقبل زي ما احنا شايفين تشتبك مع خليه الانتيجين بريزنتنج سيل وبتتنشط التي هيلبر، تمام، لدرجه انه التي هيلبر تاخذ صفه تي هيلبر ديلي تايب هايبر سنسيتيفيتي، بحيث انه هذه عندها افراز لسيتوكاينز الوت، ومنها طبعا حتساعد في تنشيط السيتوتوكسيك تي لمفوسايت، وحيحصل عندي اميون رياكشن. هذا مثال من الامثله بتاعت اللي هو ايش؟ نمبر 4 تايب هايبر سنسيتيفيتي. بيحصل عندنا في هذا الموضوع، اوكي، ممكن يكون عندنا بعض احيان انتراسيلولار باراسايت ليشمانيا ممكن يعمل لي تايب 4 هايبر سنسيتيفيتي، فيروس، فانجس، مايكوبكتيريوم، بكتيريا، توبركلوسيس، ممكن يحصل عندنا هذا الوضع بشكل عام. الميكانيزم للهايبر سنسيتيفيتي تايب 4 زي ما ذكرت لكم انه عندما ياتي الانتيجين وتاخذوا الانتيجين بريزنتنج سيل، هذا الكلام اللي احنا عارفينه، هيحصل عمليه اكتيفيشن تحفيز للتي هيلبر، وتصبح تي هيلبر طبعا نمبر 1، وطبعا التي هيلبر نمبر 1 هيصير منها تي هيلبر 1 ميموري ومنها افكتور. الان عندما نتعرض، اوكي، مره اخرى، هي بيحكي لي هنا سكند اكسبوز، نتعرض مره اخرى حيبدا الرياكشن يظهر تقريبا من 24 زي ما ذكرنا ل 74 ل 72 ساعه، وهذا اللي احنا بنسميه او بسموه العلماء ديلي تايب هايبر سنسيتيفيتي. هذا الكلام من خلال اللي هو تاثير السيتوكاينز زي انترلوكين انترفيرون جاما، وزي ما يكون عندي انترلوكين 12 هيحفزوا لي خلايا الماكروفيج، وكذلك انترفيرون جاما هيحفز لي خليه التي هيلبر، سيتوتوكسيك سيل. ممكن يحصل كمان انتاج لكيموكاين. ايش يعني كيموكاين؟ كيموكاين اللي هي عباره عن مواد تخرج من الخليه، مواد جاذبه للخلايا الاخرى. يعني انا ممكن يطلع مني سيتوكاينز او بسموها كيموكاينز، تمام، بتجذب الخلايا
المناعه للمنطقه اللي صار فيها الرياكشن، اوكي؟ فعلى هذا الاساس سموها كيموكاينز. اوكي، اذا في امثله لتايب 4 كونتاكت سنسيتيفيتي. ايش يعني كونتاكت؟ اللي هي عباره عن عمليه احتكاك، تمام؟ انه بعض احيان مثلا في طبعا امثله كثيره في الحاله هذه، مثلا لو ذكرنا هنا في السكيم بيحصل بعض احيان انه بعض احيان في الناس اللي بيكون عندهم مثلا عرضه لسيرتين مثلا ماتيريال، بعض احيان الناس اللي بيلبسوا ذهب، اللي بيلبسوا النيكل، تمام؟ ممكن يحصل انه الماده الموجوده تعمل عمليه تايب 4 هايبر سنسيتيفيتي، هي المقصود في كونتاكت ديرماتايتس، تمام؟ او بعض احيان كونتاكت مع بعض من انواع النباتات ممكن يحصل عندنا هذا الموضوع، اوكي؟ هذا مثال، ويحصل عندي مشاكل ونوع من الاكزيما وتكون عمليه انفلاميشن صعبه وفيها نوع من المعاناه. نوع اخر اللي هو جرانيولا ماتس هايبر سنسيتيفيتي. ايش يعني جرانيولا ماتس هايبر سنسيتيفيتي؟ بيحصل عندنا هنا في هذا الامر انه بكون في عندنا انسان، اوكي، هذا الانسان مصاب عندنا ب باراسايت، تمام؟ بكون عندنا ايش؟ انتراسيلولار بكتيريا، او مثلا عندنا نوع من انواع البكتيريا بكون عباره عن انتراسيلولار باراسايت، تمام؟ انترا ايش؟ انتراسيلولار عندي باراسايت، تمام؟ وهذا الانتراسيلولار باراسايت طبعا ممكن يحصل عندنا رياكشن ضده، تمام؟ بحيث انه يصير عندي انفلاميشن في المنطقه اللي فيها الباراسايت هذا. واضح ايش يعني انفلاميشن؟ حتاتي خلايا الماكروفيج بكميه كبيره وحتفرز السيتوكاينز بتاعتها، بعض من الانزيمز بتاعتهم، اوكي، ويعملوا عمليه ايش؟ تدمير للخلايا الموجوده، سواء كان الخلايا المريضه او الخلايا اللي حواليها، وحيعمل عندي مشاكل في الحاله هذه كانفلاميشن في هذه المنطقه. هذا بالنسبه لموضوع الجرانيولو ميتس هايبر سنسيتيفيتي. النوع الثالث توبركولين هايبر سنسيتيفيتي. ايش يعني توبركولين هايبر سنسيتيفيتي؟ في بعض احيان بيحصل انه في ناس بياخذوا مثلا تطعيم، بكون هم مثلا مطعمين للتوبركولوسيس، البكتيريا اسمها مايكوبكتيريا توبركولوسيس لمرضى السل، اوكي. ايش اللي بصير عندنا؟ بروحوا مثلا الناس هذول اعتبروا عندنا الطعام، اوكي، وبدنا نروح نعمل تشيك نتاكد انه بيحصل في بالفعل هل هذول الناس ممكن يكون عندهم تطعيم قبل هيك وصار في عندهم تطعيم ام لا لهذا التوبركولوسيس. في تيست اسمه توبركولين تايب هايبر سنسيتيفيتي. ايش بيعملوا؟ بروحوا بيعطوا اللي هو بروتين درايفد بروتين من البكتيريا وبيحقنوه سبكوتينيوس، يعني تحت الجلد، اوكي. التيست هذا طبعا بسموه مانتوكس تيست. عندما يحقنوا هذا اللي هو البروتين المستخلص من هذه البكتيريا، تمام، التيست في حد ذاته بسموه مانتوكس تيست. بسموه ايش؟ مانتوكس تيست. هذا المانتوكس تيست بيحصل فيه عندنا حقن للسبكوتينيوس للبروتين اللي قلنا عنه، فبيلاحظوا انه ممكن يصير عندي بعد 48 ساعه تقريبا انه يصير في عندنا نوع من الانفلاماتوري رياكشن. وين؟ في الاريا اللي حصل. ليش؟ لانه في الاصل هذا الانسان قبل هيك في عنده صار هناك نوع من المناعه لمين؟ للمايكوبكتيريا توبركولوسيس بكتيريا، اللي هي بكتيريا بتكون انتراسيلولار، يعني جوا اللي هو الخلايا بتاعه اللنج. فممكن ايش؟ تعمل رياكشن بسموه اللي هي عباره عن توبركولين هايبر سنسيتيفيتي عندما نحقن بهذا التست. وهذا بعطيني اشعار بالفعل انه الشخص هذا معناته تعرض قبل هيك لفاكسين او تعرض قبل هيك لمين؟ للبكتيريا اللي احنا بنذكر عنها اسمها مايكوبكتيريا، تمام. رابع زي ما ذكرنا هنا قلنا التشو اللي هو الالوغرافت ريجكشن. الالوغرافت ريجكشن يتمثل انه من ضمن عمليه الرفض التي يرفضها الجسم للأعضاء الداخلة على الجسم، تمام، أنه في خلال عملية الرفض بيحصل هناك عندي رياكشن، تمام. ومن ضمن الرياكشن أنه بصير في هناك إتلاف للعضو اللي صار له دونيشن اللي تم إعطائه من خلال إيش؟ من خلال التحفيز اللي بيحصل عندنا من خلايا
التي هيلبر اللي قلنا عنها تي ديلي تايب هايبرسنسيتيفيتي لمين؟ لخلايا التي سايتوتوكسيك وكذلك خلايا الماكروفيج، مما يؤدي الى عمليه رفض لمين؟ للعضو الموجود عندنا. اوكي؟ هذا مثال رابع في هذا الموجود. زي ما ذاكر هنا the activated T helper cell then induce or generation of TDTH اللي هي عبارة عن خلايا T cell عندها مقدرة انها تطلع cytokines زي ما ذكرنا، وهذه تعمل reaction بشكل كبير، تظهر اشكاليات هذا التفاعل خلال 48 ساعة بشكل او باخر. تمام، هنا رسم توضيحي لهذه الأمثلة. أنه أنا في عندي هنا زي ما تشايفين رقم واحد نمبر وان، عندي أنتيبوديز في السكند إكسبوز، عندي هنا الأليرجين أجا، وحصل عندنا خروج للماتيريال. المذكرين في نمبر وان قلنا في عندنا اللي هو سنسيتايزيشن، وجود على السطح الأنتيبودي. الشغل الثاني الأكتيفيشن من خلال الأليرجين مرة ثانية، وخروج السيتوكاين، خروج الكيميكالز من الماسل. والشغلة الثالثة تأثير لهذه الأشياء. النوع الثاني قلنا انه بنتعامل مع فيكس انتيجين، انه بصير مهاجمه لمين؟ للانتيجينات الثابته على سطح الخليه، خلايا جسمي، وبيحصل وجود انتي بادي، وبعد هيك الخلايا الثانيه بتشبك على الانتي بادي من خلال اي دي سي سي او بتطلع المواد تاعتها، وبصير تدمير للخلايا. النوع الرابع الثالث عفوا اللي هو عباره عن اميون كومبلكس انتيجين انتي بادي اكيوميليشن، زي ما انتم شايفين ديبوزيشن، وبصير عندنا الكاسكيد بتاع الكومبلمنت، وبصير عندي انفلاماتوري رياكشن فوين؟ في الاريا اللي حصل فيها عمليه ايش؟ الديبوزيشن للانتيجين انتي بادي كومبلكس. الرابع زي ما ذكرت لكم انه هذه الخليه تمام ايش بيحصل لها؟ بتعمل عمليه اخراج لالوت اوف سايتوكاينز، بتحفز للماكروفيج من ضمن هذه الخلايا في المنطقه اللي صار فيها الاريا اللي، وفي بتخرج مناطق يعني مواد جاذبه للماكروفيج نقول سميناهم كيموتاكتيك فاكتور، وبيخلي هذا الماكروفيج تفرز الانزيمات تاعتها بشكل كبير، مما يؤدي الى الضرر لمين؟ لخلايا، سواء كان خلايا مصابه بالباراسايت او مصابه بالفيروس، وكذلك الخلايا السليمه، مما يؤدي انه يعمل لي رياكشن جامد في هذه المنطقه اللي صار فيها هذا الانفكشن. هذا مختصر للتايب نمبر 1 و2 و3 4 هايبر سنسيتيفيتي. اوكي، شكرا.